يقول لي يعرفني بنفسه ويقول لي هو بيفكر في ايه، عايز يشتغل ايه، يعني نتعرف ببعض. يعني هو انا دلوقتي حاليا شغال مع والدي، عايز اطلع منه اشتغل بقى مع نفسي. لا انا عايش في باب ابي يعني. لا مش حوار في كده. انا اسمي وائل وشغال مع خالي وبرضو عايز اخرج من جلباب خالي. انا كمان مش لاقي اكل يعني، والشغل انا بقت لمة اليومين دول وخلاص بقى تعبت يعني وكده وكنت يعني كنت ماسك شغل الحاجة عندنا يعني، والحاجة يعني مسيطرة عليا وكده، ويعني عايز اطلع من جلباب الحاجة. طيب يعني عندنا 3 جلاليب عايزين يخرجوا. انا لو حضرتك يعني انا شايف ان انت ينفع في الشغلانه بتاعت ابويا، انا كنت قلت لك المجال بتاع ابويا ايه، انت حضرتك فهمتني، فعشان كده انا قلت لك، فانت خدتها بالمحمل ان انا اطلع من جلبيه ابويا. انت قلقتني، عندي كبش فدا. اتفضل. ايه بقى كبش فدا؟ فين يعني؟ ما انت بتقول لي عندي كبش فدا. أيوة. انا بقول لك اتفضل. عندي الشغلانه. اتفضل. ايه كبش فدا؟ اتفضل حضرتك. كبش فدا يعني الشغلانة ايه حضرتك؟ الشغلانة كبش فدا يا جماعة، في ايه؟ انت بقى راجل مجنون لو قلت لك كبش فدا. تاخد انت الكبش ولا الفدا؟ سيبك منه، احنا اولى. يلازم هو طيار المترو اهو. ماشي الشغلانة لازم انت بقى طيار. كويس كويس. طفل صغير مثلا شايف بابا بيعمل حاجة غلط، مش صح ان الام تقول له قدام الطفل ان انت بتعمل حاجه غلط، لان دي هتهز صوره الاب قدام قدام طفله. نفسيته هتتهز. صح فاهم؟ صح. فبتجيب حد مثلا اللي هو بيبقى كبش الفدا ده، جزء لام مثلا على وشه قدام الطفل، بتعمل الحته اللي هي ايه يعني، بتكسر الهيبه، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه، عايز اقولها ازاي يعني، مش عارف اقولها يعني، ما بيبقاش فيه الحته بتاعتك يعني. مثلا واحده تقول الجزء منيل. ايوه بالظبط. فقدام ابنه فما ينفعش. ما ينفعش. فتجيب مثلا استاذ هيثم او انا او استاذ اشرف. أيوة. وتروح يلا يا معفن، فهو يفهم ان هي ليه بس هي مش ليه. يبقى الطفل فهم دي حاجه غلط، انا لكن كده بقى ما اديتش صوره والده قدامه، وفي بالزبط. نفس الوقت الزوج اتهت من جوه. الزوج خف بالظبط، والولد ما عملش فهم دي حاجه غلط. وانا عايز الشغلانه دي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. رمضان كريم.